الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب شديد العقاب رقب الباء والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم نعم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فتحة القاف في فئتين التقتا تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والعنآم والحرف نعم الراء والحرف نعم ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة حسبك بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة بسم الله الرحمن الرحيم
وقال يا بني وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء نعم وما أغني من شيء نعم إن الحكم إلا لله إلا لله الهاء إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله ذلك وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم يغني الغين فخم الغين ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لذو ربط الذال نعم وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهادهم فلما جهزهم بجهادهم صحيح نعم صحيح التلاوة نعم فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم أقبلوا القلقلة قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء صواع الملك نعم قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء
الزعيم قالوا حسبك بسم الله الرحمن الرحيم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله بسم الله الرحمن الرحيم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح يرسل الراء فخم الراء ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا المد حركتين أجرموا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كمل المد فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوا صفرا لظلوا من بعده يكفرون حسبك ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك
ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ينطق وما ينطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى من آيات ربه الكبرى لقد رأى